جبهات كثيرة تستنزف عديد وعتاد العدو. أم رشرش أقصى جنوب فلسطين المحتلة منطقة يتصاعد فيها استنزاف العدو الإسرائيلي. خطورة الوضع في المدينة والميناء الوحيد على البحر الأحمر تضطره لنشر منظومته الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن السفينة الحربية سي دوم للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة. الهدف التصدي لاختراق المجال الجوي قرب أم رشراش، فيما يعتبر أول استهداف عملي لسي دوم وفقاً لما قاله المتحدث باسم جيش العدو، وهو اعتراف بتعمق تبعات استهداف القوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية للمدينة السياحية والاقتصادية الحيوية بالنسبة لكيان العدو. ونشر المنظومة اعتراف بعجز قدرات الحماية السابقة. ومنظومة سيدوم هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية الصهيونية، والتي تستخدم كدفاع جوي للحماية من الهجمات بالقذائف والصواريخ. وسبق وعدلت شركة رافائيل الإسرائيلية نظام الدفاع الجوي هذا إلى نظام دفاع بحري لحماية السفن والبنى التحتية، بما في ذلك منصات الغاز البحرية، ووضعت هذه الدفاعات على متن سفينة ساعر الحربية ألمانية الصنع، في حين تبلغ تكلفة كل عملية إطلاق من منظومة القبة الحديدية البحرية نحو 50,000 دولار. وهذه كلف جديدة تضم لقائمة تكاليف العدو، وهو ما يرهقه مادياً وعسكرياً وتكنولوجياً من جهة، كما أن عمليات محور الجهاد والمقاومة أفقدت بشكل عملاني الأسلحة والتكنولوجيا الغربية والإسرائيلية بريق تفوقها الزائف، وأثبتت أن ما روج حول تفوق هذه الأسلحة ونوعيتها ليس سوى دعاية من ورق.